مرحبا فيكم في ترند. نشر الحساب الرسمي لوزارة شؤون البلديات والزراعة في مملكة البحرين عبر منصة انستغرام مقطع فيديو جميل بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، يبين فيه حرص الوزارة على عملية تعقيم وتنظيف جميع مرافق المدارس بهدف ضمان استمرار البيئة الصحية والنظيفة لجميع الطلاب. خلونا نتابع. طبعا تسألون شو يسوون العمال هني؟ ترون انهم ينظفون المدرسة من برا وحوالي السور كله وحتى كراسي الانتظار. شفتها التجهيزات؟ ترى وزارة البلديات تسوي حق كل مدارس البحرين عشان نرجع لمدارسنا مرتاحين ومستانسين. نتمنى لكم عام دراسي سعيد وبيئة حلوة ونظيفة. تداول رواد المنصات الرقمية صورة لطفل سعودي يحمل ثلاث حقائب على ظهره بعد خروجه مع خواته من المدرسة في محافظة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية. هذا الطفل تلقى أمر بتكريمه من قبل محافظ المنطقة، وقال مدير تعليم منطقة عسير لوسائل الإعلام: موقف جميل والتقاطه أجمل، تجسد معاني كبيرة والكل شريك في صنعها، البيت والمدرسة والمجتمع، فهذا نهج السعودي مع الجميع، فكيف مع من تربطه بهم صلة قرابة؟ وهذا الطفل جسد هذا النهج. مقطع مؤثر تم تداوله عبر مختلف المنصات الرقمية، تم نشره من قبل المركز الوطني لسلامة الطرق في المملكة العربية السعودية. المقطع لمجموعة أشخاص أصيبوا بالشلل النصفي بسبب حوادث مرورية، ويتكلمون عن مشاعرهم وإحساسهم والتأثير النفسي اللي صار لهم بعد الحادث. خلونا نتابع. أنا أخوكم تركي الطويق، عمري 28 سنة. معكم زيد الشمري، العمر 28 سنة. أخوكم عبد الله مطيري، عمري 27. أنا بحكي لكم حكايتي كيف كنت وكيف أنا لا. جتني الوالدة: وين رايح؟ قلت رايح البقالة اللي عند بيتنا، وأنا يعني كذبت ما قلت له صدق. كنا نلعب كورة، كان عندنا مباراة، بعدها بيوم طلعنا سيارة أنا أخوي، كنا مسرعين. كنت أداوم في شركة الكهرب، كان قبل الدوام الساعة تقريبا 5 الفجر، طلعت أفطر مع الشباب. فكنا طالعين نتمشى يعني قبل الفطور، فكنا مسرعين الصدق، ما كنا متخيلين حجم مخاطر السيارة. فحدث ثقب في الإطار. ما قدرنا نسيطر على السيارة، الوضع كان خطر يعني ما قدرنا، السواق ما قدر يسيطر على السيارة فانحرفت عن المسار الخط، و حدث تقل انقلاب عدة مرات ورمتني السيارة خارج المركبة. الآن احنا ماسكين الخط، أنا أذكر مسافة، أذكر يعني بعض من الطريق اللي كنا ماشيينه في احنا متجهين للرياض، بعد ما أذكر شيء نهائي صحيت في المستشفى. فلما جيت بقوم جسمي العلوي استجاب، تعلقت مع السرير وتعلق يعني طحت مع الجنب، فقاعد صايح ابي حد يجي يسعفني لان قاعد احس بالم وما قدرت ارجع نفسي. يقولون انه صار عليك حادث، صار عندك كسر في الظهر، وتوفوا اخويا واللي انا كنت يعني احسبهم مستشفى ثاني، وقال انه ما راح يمشي مره ثانيه. كذا فجاه كذا بنسف على الكفر لين تقربت السياره، اني احس بالام كذا واصيح على اخوي. جاني الدكتور كان يكلم اخوي حق التاهيل وما التاهيل، انا لا الدكتور معلم ما خبر، ما قال انت فيك انك فيك شل وصفي، لا ما قال. فهنا انا عرفت لا تنتظر اللحظه اللي تقرب حياتك مثل ما قربت حياتي بالاصابه، لحظه تقلب حياتك، لحظه قلبت حياتي. تداولت الحسابات الإخبارية العالمية خبر اكتشاف مجموعة من الباحثين لتطبيق جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنه معرفة إصابتك بفيروس كورونا من خلال صوتك.
هذا التطبيق راح يكون أكثر دقة من اختبارات كورونا المنزلية الذاتية، وطريقته أنه راح يطلب من المستخدمين السعال والتنفس بعمق ثم قراءة جملة قصيرة لثلاث مرات للتأكد وإصدار النتيجة، وتم تحديد الاختبارات بشكل صحيح للحالات الإيجابية بنسبة 89% والحالات السلبية بنسبة 83% في أقل من دقيقة. مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وحصد مئات آلاف المشاهدات والتعليقات. مقطع يبين حنية وطريقة إمساك اللبؤة لصغارها بأنيابها ويوضح الفرق بطريقة إمساكها للفرائس في الغابة. خلونا نتابع. مقطع تفاعل معاه مئات آلاف الأشخاص من حول العالم يبين طريقة جديدة ومبتكرة للزراعة تخلي الشخص المهتم في الزراعة ما يضطر أنه ينحني لغرس الشتلات. خلونا نتابع. مشاهدينا بهذا الخبر نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، وقبل أن نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة وباقي من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعات البحرين عبر تطبيق PHTV & Radio. نلقاكم باكر، مع السلامة.